بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. في درس جديد من بارتي تاع لوبتيك جيومتريك، ف لي فوايد ان ميموار سفيريك محارق مرآة كروية، من الموقع الأول للدراسة في الجزائر، قناة تيسير. الرحمن الرحيم. طلب صغير برك، ساعدونا في الاشتراك سبسكرايب لأنه يفيدنا أخوتي، والإعجاب بالفيديو ولو حتى التعليق، فذلك هو تسمى كيف تعبر عن الشكر تاعنا. هذا ما كان باش نستمر للسنوات السبع القادمة إن شاء الله، وبارك الله فيك. لي فوايد ان ميموار سفيريك. نبداو. لا ميموار سفيريك ادمي ان فواي بريزونت دو لو برو لو برو لي بروبوزيسيون سيفو. هذو هما خصائص تاع لي فواي. عندك تو لي غايو انسيدون بارالال، جميع الاشعه الضوئيه الصادره تكون موازيه دو بارالال دو ريفليشي فير لو فواي دان ميموار. دوك نتعرفوا عليهم دقيقة. عندك هنا تو لي غايو انسيدو باسي باغ لو فواي سو ريفليشمون بارالال ا لوكس دو ميموار. شوف واش قال هنا، جميع الأشعة المتوازية بارالال، قال لك كي تنعكس تروح تمر على لو فواي دان ميموار، كي تنعكس ريفليشي تروح، كي تريفليشا تفوت على لو فواي ميموار. هذا واحد. وعندك تو لي غايو انسيدون باس بار لو فواي، جميع الاشعه الصادره التي تمر على لو فواي سو ريفليشي تفريشا بارالال الوكس دو لا ميموار. هذو لازم نشوف النقاط تحفظهم. هذا ما كان عندك عندك هنا واش قال لك لو فواي اف اي، لو فواي اف اي ا مي مي شوما اونتر لا سوم اس اي لو سونتر سي دو لو ميموار سفيريك تيل كو. قال لك المحرق اف هذا راه يكون بين السونتر و اس، خي تعرفنا واش هما الاس في الفيديو اللي فات. عندك يكون في الميموار حذاري، يعني نقول في الميموار سفيريك، زعما كان بعدا راح نقراو الديوبتر سفيريك، الاف راه ما يكونش في النص الشرط، فهمتها؟ هنا عندك هذا سؤال مهم بزاف، الطلبه يسقسيوني عليه. عندك اس اف راهو غير في الميموار سفيريك، يكون في منتصف القطعة اس سي. هاي العلاقة اس اف، اس اف يساوي اس سي، اس سي على اثنين. وقلنا قبيلتها اس سي وشي هو؟ هو لو غايون دو، هو لو غايون دو كوربيغ، هو نصف القطر حذاري ويساوي ال على اثنين. راكم تحتاجوا هذه في التمرين، او قادر يعطيك ار، يقولك لو غايون دو كوربيغ ايكالا يعطيك مثلا ايكالا 10 سنتيمتر، يقولك كيسيون الاولى لقى لي لو فواي، لو فواي ايماج ولا لو فواي اوبجي. انت لازم تكون تعرف العلاقه هذه ار على اثنين ولا اس على اثنين. روحوا بالعربيه برك. البعد المحرقي عندك هنا، البعد المحرقي هو المسافه بين المحرق وذروة المرآة. كيقولك حسب لي البعد المحرقي هو لو طون دو فواي، هو المسافة بين المحرق وذروة المرآة، ويساوي نصف هنا، ويساوي نصف تكوير المرآة، ويساوي نصف تكوير المرآة، ويساوي ار على اثنين. انت هنا عندك لو فواي اف اي ريال سي. ملاحظة برك، في الميموار سفيريك يوجد فرد محرق هو اف حذاري، او يوجد فرد محرق هو اف لو فواي ديماج. هاني نكرر، يوجد فرد محرق هو لو فواي ديماج، وهو يسمى فرد فواي. اما كي نقراو بعدا لو ديوبتر سفيريك، رانا نلقاو فواي ايماج و فواي اوبجي. حذاري، في الميموار سفيريك كاين فرد محرق هو اف، ما نقولو له ايماج ما والو، عندكم ما نقولو ايماج لا والو، نقولو له غير فواي. لو فواي اف اي ريال سي لو ميموار اي كونكاف. خي تعلمنا قبيلتها واش هي الميموار كونكاف، نعاود نديرو مراجعة صغيرة. هاي لا ميموار كي تكون كونكاف سي لو اس سي اي نيجاتيف بارابور لو سونس دو بروباغاسيون. عملك القادر هذا يكلحك يديرهولك هك وتولي العكس، حذاري. قلنا هاي كي تكون اف اي ريال لا ميموار اي كونكاف، وي كونفيرتيال سي لو ميموار اي كونفينكس. هذا مكان نجيو هنا رسم توضيحي فقط. عندك المحرق ها يكون حقيقي، يكون ريال سي لو اذا كانت كونكاف. سمعت كونكاف يكون اس سي نيجاتيف، ها هنا تكون اس، ها اس سي عكس هذا راه سلبي، تسمى المحرق يكون حقيقي ويكون منتصف سي اس سي، ويكون المحرق وهمي اف اذا كان اس سي موجب. هذا ما كان. والدرس القادم ان شاء الله هو
la relation de conduit qui sort avec la mémoire sphérique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تخفيت على السنة تقيت في المزاحة بيت الرحمن سبحانه وبحمده سبحانه العظيم.